بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس آخر عن الناطق، وهو شلون نعرف علامات التحويل، شلون نعرف علامات التحويل البيمول والكار بيمول والديز، والعلامة اللي ترجع الدرجة المنخفضة إلى طبيعتها. قبل ما نبدأ التمرين نحب نوضح هذه العلامات. شوف عندنا هنا هذه العلامات، هذا النموذج مسوي لك اياه، هذه علامه البيمول. هاي علامه البيمول معناها تخفض الصوت نص درجه، هذه اللي شكلها بي. هذه العلامه اللي مثل البي مثل البيمول وبها خط الشكل، هاي تخفض الصوت ربع درجه، يسموها نصف بيمول او كار بيمول. هذه العلامة الديز، علامة الديز اللي هي ترفع الصوت درجة نصف درجة، وهذه العلامة يسموها بيكار اللي هي تعيد العلامة المنخفضة إلى أصلها، يعني إذا كانت فا ديز ترجع فا طبيعي، إذا كانت مثلا سي بي إذا كانت سي بي مول ترجع سي طبيعي وهكذا. إذن هاي علامة خفض الصوت نص درجة، هاي علامة خفض الصوت ربع درجة، هاي علامة رفع الصوت نص درجة، وهذه علامة رجوع الدرجة إلى حالتها الأصل. واضح؟ هذه هي هسه علامات التحويل اللي نحتاجها. عندنا تمرين، طبعا راح أشوفك التمرين. تمرين هنا هذا، شوف تنكتب علامات التحويل في بداية السطر الموسيقي، يعني تنكتب علامات التحويل أول مرة وبعدين تنكتب الوزن. هذه من شروط الكتابة، يعني ما يصير أكتب الوزن وبعدين أكتب علامات التحويل، لا، أول مرة علامات التحويل صف المفتاح وبعدين يجي الوزن، هذا من الشروط. شوف هنا هسه علامات التحويل عندي بيمولات ثلاث، هذا بيمول، هذا بيمول، وهذا بيمول. واضح؟ هنا البيمول على المي، هنا البيمول صاير على الخط اللي هو سي، هنا البيمول صاير على الفراغ اللي هو لا. يعني هسه ايش عندي هنا؟ عندي مي بيمول وسي بيمول ولا بيمول. ومهما تكون بالطبقة العالية وبالطبقة الواطية، وين ما تلاقيني درجة مي هي بيمول، وين ما تلاقيني نغمة سي هي بيمول، وين ما تلاقيني نغمة لا هي بيمول. خلاص هنا أنا شلون راح أعرف النغمة؟ يعني هسه هذا مي بيمول، سي بيمول، لا بيمول. إذا ختم صوت ممكن يصير كرد على الصوت، بس أضوع الختام هنا، وين ختم؟ دو. شوف أنا أمشي على الختام بقطع عرض، ختم دو معناها و بميمولات ثلاثة معناها هذا النهاوند على درجة الدو. صار واضح؟ طبعا ذن البيمولات يتكررن مع بداية كل سطر، هذا احنا قلنا الوزن فقط في بداية السطر، وهنا شوف مع كل سطر ذن يتكرر. زين انا شوف هسه هذا البار او هاي المازورة الاولى اللي بيها دو ري دو، دو نوار ري نوار دو بلانش، وهنا أيضا ري مي ري ري مي ري، شوف ضربتين. فهذا أيضا مي فا صول، شوف مي فا صول هالشكل، وهذا دو سي لا صول. هنا نشوف عندي علامة صارت على السي، هاي علامة البكار، شوف وين صارت؟ أمام السي. معناه بهذا البار المحصول منا لهنا يقول اعزف السي بشكل طبيعي، يرجع طبيعي، لان هو هنا معطيناها بيمول، هنا يريدها طبيعي. شوف تاثيرها فقط على هذا البار، هنا اعزفها طبيعي، من اعبر هذا البار واستمر بالعزف راح ترجع بيمول. يعني العلامه تتخلى هنا في اي بار معناها تاثيرها فقط على البار الواحد، يعني ماكو تأثير لها، بينما هذه تأثيرها على كل القطع الموسيقي. صار واضح؟
هسه هذا التمرين نهاون بلا بيمول سي بيمول، وهو ايضا على المار والبلانش، تمرين اخر على المار والبلانش. بس احنا اليوم الجديد انه عدنا نحفظ علامات البيمول. طبعا علامات البيمول يا اما تصير بيمول كلها يا اما تصير ديز، ما ممكن خلط بين بيمول وديز في ان مار. هسه واحد يقول زين شلون احنا اذا عدنا مثلا حجاز زين نعزف حجاز بي بيمول وبي فا ديز، نعم يصير يخلي لا بيمول، عفوا يخلي المي بيمول والسي بيمول، هنا لا راح يصير طبيعي الحجاز ماكو، وين راح يخلي الفا ديز؟ وين راح يخليها؟ راح يخليها مع كل بار هنا اكو فا يخلي علامه ديز، صار واضح؟ هذا هالشكل يعني ما ممكن خلط بين البيمولات والديزات في آن واحد، يا أما بيمول يا أما ديز، ولكن فقط في إكار بيمول ممكن مع البيمول الصيني، هذه مثل نغم بيات نغم رشت كذا الصيني، أما ديز وبيمول ما صيني. فهذا نموذج التمرين لسان عربي، يعني هسه هذا التمرين لو خاتم مو دو صول كان وبي هاي المي بيمول والسي بيمول واللا بيمول، وهذا كرد عصول يصير لأن نفس الكرد عصول من الذي كتبه يكتب بس الفرق شنو ختام. إذا نعرف النغم من خلال الختام وليس البداية، يعني ممكن هسه التمرين ما يبدي دو يبدي صوت لا، بس المهم وين ينتهي؟ ينتهي دو. فأنا عرفت إنه هذا هسه النغم لها وهذا التمرين وزن 4x4 راح استنطط. هنا أكو أيضا نموذج آخر سويت التوضيح، شوف السؤال هنا مفتاح صوت، شوف البيمول هنا عندي سي بيمول، هنا عندي مي كار بيمول او نصف بيمول، سي بيمول ومي كار بيمول اللي بيها هذه العلامه، صار واضح؟ اذا ويجي بعدين الوزن ايضا 4x4. هنا شوف ايضا راح امشي البار الاول طبيعي، يعني هسه هذا عرفته مي بيمول لا بيمول، ابغى على الختام شي ختم ختم مرة. اذا هذا النغم غير راح يصير عندي هنا 4 نوارات، هنا 4 نوارات او بلانشين، هنا 4 نوارات. شوف هذا البار هي سي بيمول بس هنا يريده طبيعي، شوف هنا يريده طبيعي فقط في هذا البار، من هنا ترجع سي طبيعي، و من انتقل لهذا البار يرجع بيمون، شوف هسه هنا سي بيمون، هنا عند الطبيعيين راح يصير بيمون ويستمر التمرين، يعني فقط هنا شوف المي كار والسي بيمون يصير في ان واحد، اما ديز ما يصير. هذا ايضا نموذج تمرين. هسه نجي نطبق تمرين نطبق تمرين النهاون. طبعا تمرين النهاون نطبقه، شوف ايش عندي هنا، دو ري دو، يعني راح يصير دو ري دو، شوف هذا البار هنا ري مي ري ري مي ري، بغض النظر عن التون لان التون صعب شوي بالهذا، بس عن التوضيح هنا ايش راح يصير، مي فا صو مي فا صو، شوف ضربتين هنا ايش راح يرجع، دو سي لا على دو سي لا صول، شوف اربع ضربات دو سي لا صول، واضح؟ هنا راح يجي مي للعالي مي ري دو ضربتين مي ري دو، شوف هنا سي ترجع طبيعي مو بيمول سي دو، شوف وبعدين يستمر التمرين الى الان. فهذا هسه نجي نطبقه بشكل عملي، بس اول مره اسمعك النغم، عفوا اسمعك الايقاع لان مسجل الايقاع، فراح تسمع الايقاع وزن 4x4 هو نفسه وزن 2x4 بس يتكرر، يعني تمسك بار من 2x4 يصير وزن 4x4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 هذا هو الإيقاع، يعني 1 2 3 4
خلال هاي الأربع ضربات أنا شو راح أعزف؟ أعزف البار الأول، أعزف البار الأول اللي هو دو ري دو، يعني دو ري دو. شوف أربع ضربات، دو ضربة ري ضربة دو ضربتين، فراح أعزف دو ري دو ري مي ري. يعني أعتقد قراءة النوطة يعني بسيطة جدا، فقط هي ممارسة لا أكثر. البعض يقول أنا ما أقدر أتعلم النوطة وأنا ما أقدر، طيب ما يخالف، إحنا راح أسوي تمارين للي ما يغض النوطة، ما اللي يتعلم نوطة أسوي له تمارين شفهية ممكن يسمعها ويطبقها ويوضحها له، ولكن إحنا تركيزنا على النوطة لأن هو هذا الأساس الصحيح العازف اللي له. طبعا من البداية صعبة لأن هاي لغة، وهاللغة أول ما تعلمنا صعب، إحنا لغتنا العربية ما تعلمناها بالمدرسة في البداية صعب، كيف أسلين اللغة الإنجليزية على البعض صعب، فإذا هي لغة لازم تمارسها تصير سهلة، ما تمارسها طبعا تصير صعبة، فإحنا نركز على النقطة. وأيضا مع كل درس أقل تمرين شفهي للي ما يغلب بالنقطة. فالآن أعزف لك التمرين مع الإيقاع حتى تصير واضحة، يصير التمرين بصورة واضحة. طبعا انت من تريد تفتهم التمرين اكثر، خلي الصورة مال التمرين امامك وتابع العزف حتى تصير اوضح، والزم بيدك ويا ويقع حتى تتخلص. فالتمرين كل نغمة سحبة قوس، طبعا بالنوار تصير بطيئة، عفوا سريعة، بالبناش تصير بطيئة. يعني هسه تم تلزم دو، شوف ري دو، شوف بالبناش شو تصير أبطأ. يعني هسه هذا النوار دو ري، هذا النوار ري دو، شوف ري يعني النوار سحبة القوس أسرع من البناشر وهكذا التمرين. هذه التمارين تمارس عليها طبعا تفيدك، والنوطة مفيدة جدا للموسيقي اللي يريد يتطور ويبدع. إلى هنا طبعا ينتهي درسنا، لهنا ينتهي درسنا، وأتمنى أن تكون استفادتم منا اليوم على ما في التحويل. وغدا درس آخر أيضا على الكروش إن شاء الله، حتى كل الأزمنة نعزفها، وبعدين ناخذ تمارين منوعة على كل الأزمنة. إلى هنا ينتهي الدرس ومع السلامة.